اللي فيها فوائد كثيرة يقوم ببعثها شبابنا وإرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد من خلاله جيله. مواقع التواصل الاجتماعي صار فيها انفتاح على العالم، يعني يقدر أي واحد يشوفك من العالم، صح؟ أي واحد يشوفك. كاين بزاف مسابقات عالمية اللي تهتم بهذا النوع من الفيديوهات، ما حاولتوش أنكم تشاركوا؟ منها بودكاست عربي هذا العام، شاركنا في بودكاست عربي، شاركتوا؟ شاركنا صح؟ شاركنا فيلم قصير بعنوان سوء الظن، دونك مازال وصلنا جبل ربي النهائيات هذو على قريب، دونك ما باش في ديسمبر يقولوا شكون ربح، يعطوا نتائج، يعطوا نتائج في ديسمبر، دونك راه متكلين الناس يشوفوا فينا يفوتوا فينا. في اذا كامل نوجه لكم دعوه ونداء لكامل الجزائريين باش يصوتوا عليهم. واش اسمه العمل؟ تصويت فارس وناسيم. فارس وناسيم، صوتنا على فارس وناسيم في البرنامج اللي يهتم بالاعمال صناع المحتوى بالعالم العربي. يعطيكم الصحه.